انخفاض واضح على درجات الحرارة متوقع في شمال المملكة وليالي باردة نسبيا. التفاصيل بعد قليل. مرحبا بكم مجددا في هذه النشرة الجوية الرئيسية من طقس العرب. نهار اليوم استمرت الأحوال الجوية المستقرة ودرجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام في أغلب مناطق المملكة باستثناء المنطقة الشمالية حيث كانت أعلى من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، لكن تدريجيا خلال الساعات القادمة وخلال اليومين القادمين ستنخفض درجات الحرارة بشكل كبير وملموس في المنطقة الشمالية حيث تصبح أقل من معدلاتها مثل هذا الوقت من العام كنتيجة لعبور لكتلة هوائية ذات درجة حرارة أقل من المعتاد. تفاصيلها نستعرضها في هذه النشرة. يوم الأحد كما ذكرنا استمرت الأحوال الجوية المستقرة ودرجات الحرارة حول معدلاتها مثل هذا الوقت من العام، لكن لاحظوا هذه الكتلة الهوائية ذات درجات الحرارة الأقل من المعدلات تتحرك من شرق البحر المتوسط عبر منطقة بلاد الشام وتصل المنطقة الشمالية من المملكة العربية السعودية خلال يومي الاثنين والثلاثاء وتنخفض على إثر درجات الحرارة بشكل ملموس. تكون البرودة محسوسة أكثر خلال ساعات الليل في منطقة تبوك الجوف وأيضا الحدود الشمالية. توقعات جوية للعاصمة الرياض خلال هذه الليلة تسود أجواء صافية مع 24 درجة مئوية كحرارة مقاسة، المحسوسة 23، الرطوبة منخفضة والرياح تكون معتدلة السرعة. بالنسبة لثلاث أيام القادمة يوم الاثنين 37 درجة مئوية كحرارة عظمى أما الصغرى 23، الثلاثاء طقس مستقر 36 إلى 25، ويوم الأربعاء 39 إلى 22 درجة مئوية. نذهب الآن واستعرض وإياكم تفاصيل الحالة الجوية المتوقعة في باقي المدن السعودية. نبدأها من المنطقة الشمالية، انخفاض على درجات الحرارة مقارنة بالأيام القليلة القادمة خاصة خلال ساعات الليل. تبوك تسجل 15 درجة مئوية فقط كحرارة دنيا، سكاكا 17، أما عرعر 16 درجة مئوية، وبالتالي الأجواء تستدعي لبس معطف خفيف أثناء الخروج من المنازل. المنطقة الغربية، المدينة المنورة 40 إلى 24، جدة 32 إلى 27، مكة المكرمة 42 إلى 25، والطائف 31 إلى 23 درجة مئوية. ننتقل الآن نحو المنطقة الجنوبية الغربية، أبها 28 إلى 15 درجة مئوية، الباحة 27 إلى 18، وجازان 35 إلى 28 درجة مئوية. المنطقة الشرقية نبدأها من الدمام 37 إلى 24، حفر الباطن 36 إلى 18، والإحساء 38 إلى 22 درجة مئوية. نختم نشرتنا بتوقعات الجوية للمنطقة الوسطى، العاصمة الرياض 37 إلى 23، بريدة 36 إلى 19، وحائل 35 إلى 15 درجة مئوية مع أجواء صافية. كان هذا كل ما لدينا لحد الآن، إلى اللقاء.